السلام عليكم متتبعي قناتي نيفيرنورا، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. في هذا الفيديو تاع اليوم كنقترح لكم لي بانكيك اللي تقدموه لوليداتكم في الفطور في الصباح اولا في الكوتي، كيجي رائع. كنرافقوه بشويه ديال العسل اولا كل واحد كيرافقوه باش ما بغى اولا بالشوكولا. فان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع اليوم وتابعوا معايا ان شاء الله الفيديو باش نشوفوا طريقه التحضير. فعلى بركه الله نشوفوا المقادير التاليه. عندي هنايا 400 غرام ديال الفرينه، عندي 4 ديال الصفر ديال البيضات، 4 كذلك ديال البيض ديال البيضات، عندي هنايا تقريبا 60 غرام ديال الزبده الذايبه، عندي هنايا واحد الساشيه ديال الفاني، وهنا غنستعملوا 4 الساشيات، غير انا كانت عندي وحده وزدت عليها واحد شويه ديال البودر كذلك لان عندي فاني بودر وزدت عليها. هنايا تقريبا 4 الساشيات ديال الفاني، عندي جوج خميرات ديال الحلوى، عندي كذلك هنايا 50 غرام ديال السنيده، عندي هنايا واحد قبيصه ديال الملحه، وعندي هنايا تقريبا من 20 حتى 30 سنتيلتر ديال الحليب. فانا غادي نعبر معكم هنايا الحليب. فعلى بركه الله غناخذ الفرينه نزيدوا عليها هادو النواشف اللي هي السنيده والملحه والفاني، هاد الخميره انا كنخليها حتى الاخر باش تعطي الفعاليه ديالها. هنايا غنضع صفر ديال البيض، هاد الزبده حتى هي كما كتشوفوا، نحاولوا نحطوا كاع الزبده. هنايا نضع الحليب، فهنايا غنضيف واحد 10 سنتيلتر كذلك ديال الحليب، غنزيد 10 كذلك سنتيلتر اخرى ديال الحليب، لان العجينه هنايا جاتني قاصحه. فهنا تقريبا خدت لي 40 سنتيلتر ديال الحليب. هنايا على حسب الدقيق، لان كاين الدقيق اللي كيتشرب وكاين الدقيق اللي ما كيتشربش، فهذاك الشيء علاش نستعملوا 10 ب 10، نستعملوا 20 الاولى ومن بعد نبداو نضيفوا 10 ب 10 باش نشوفوا هاد العجين نورمالمون خصو يجي على هاد سميتو. دابا غنضيفوا البيض ديالنا. علاش انا خليت البيض ديالنا وما بغيتش نطربو كما نورمالمون، لان البانكيك خصنا نطربو هاد البيض تاع البيض، ولكن انا ما كنطربوش. علاش؟ من بعد ملي كنبداو نطيبو فيه فكيعطي واحد الريحه ديال الزفوريه انا ما تنبغيهاش. هذاك الشيء علاش انا كنضيف دابا البيض تاع البيض هو الاخر وما كنطربوش.
الصفار كنطربو مزيان باش ما يبقاش لنا دوك الحديدات كما كتشوفوا. في هذا الاثناء دابا غادي نضيف الخميره ديالي، انا كنخليها هي الاخرى. باش تعطي الفعاليه ديالها صافي. دابا غادي نخلي الخليط ديالي يرتاح تقريبا من ساعتين حتى ساعتين ونص حتى ثلاثة سوايع نتوما، اللي زربان يخليه غير ساعة صافي. انا غنخلي الخليط ديالي حتى يرتاح مزيان ورجع معكم نشوفو كيفاش غنطيبوه. فهنايا البنات من بعد ما اختمر ليا الخليط ديالي كما شفتو كيبقى على هذا الشكل، هذا كيجي قاصح. انا سخنت البلاك ديالي. البنات انا عندي هذا البلاك كيهز 6، نتوما اللي ما عندهاش ماشي اوبليجي تكوني عندك هذه بمقله ديري البانكيك، بمقله تقدري تخدمي البانكيك. فبسم الله عبدو على بركه الله. او كنحاولوا حتى بهذا المغرف هذه